براسي داتني عيني هنا وي هادي 11:30 هو باقي ما جاو هو هو مول في يجي مع 6 الصباح ولا تعطل كاع يجي 6:30 الصباح 7 كاع كره مدش مع السوارت ودبر خدمتي ولا يقعد انا شغلي لا واخا كوك قافيه وانا ديما نقول يصاوب الفران تاع الشكلايط حلف وقوا ما يصاوبوا وانا مالي الفران ولا كاع لي فراني لا رضا شغلي انا نعس وصافي امي 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 الله يا ربي الله وكوكو ما تقول هذا ربع بشكلي الله الله يا سيدي ربي الله 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 آه الله الله قال لك عيش نهار تسمع اخبار وامي بتي امي بتي امي بتي امي بتي امي بتي امي بتي امي بتي وبسيف ما نعرف انا والو واش اللي كيخدم الليل كله والصباح يفيق ويعاود ينعس ما يعاود يفيق تاني تال ديك 8 د العشيه باش يمشي يخدم ديما ناعس وديما خدام الليل اش باغي يشوف واش غادي يعرف عاش طاريه في الدنيا لا لا دارت هذيك المخشوفه ديال البكشليط نهار اللي عولت عليها خلاتني بوان شينا ناخذ البكشليط لقينا السنسله مفشوشه والقيدور فيه بياسه والكارد بو مقسوم على اربعه واش نعكس كيدير الله يستر وصافي الله يستر وكنا ما كاين باس دينا العد السيكليسي طلبناه ناليها التعافى ولدي الله يرضيك صوب لينا البكشليط وسير بها ليا عافاك راني باغي نتهدي بها بزاف ديال المقادي حطيت عندو البكشليط نعت ليا البلاكه ديال الطوبيس وانا قلت زعما غادي نلحق للطوبيس هاو نركب ايوا هذيك الساعه شحال كاينه هي كاينه 6:30 ديال الصباح ولا ما عرفت 7:45 ولا 8 النهار وقفنا درنا الصف طوبيس الاول جا فن هذاك ما وقفش بعد ما شافش فينا كاع طوبيس ثاني حدانا شي ملاح علينا داس طاير مشينا الانجليز هذه فين تشد وديش تشد قلنا الطوبيس الثالث حنا كنتسناو في الطوبيسات وبدا دو كيتزاد اللي كاين فوق كاين فوق واللي كيشوف كيشوف الطوبيس الخامس داز من حدانا ما يلوح غاشي دخان واش نقول لكم داك الدخان واحد سيد كان واقف حدايا شبابي باقي صغير ما عنده لا مشطاط لي يديك لي يخليك الطوبيس مشق والسيد بغيت نشوف لقيتو داخل كريس كله دار ليه موسطاج لا حول ولا قوة الا بالله الطوبيس السابع تا هو جاي الطوبيس هذا زرن جيت نابه لي من ديالي واحد السيده واقفه عندي حدايا هكا تشوف المراه ولات دايره لي حيه كحله هكاك واللي حداها راجلها كانت عنده لي حيه بيضاء ولات بلو مارين هذيك ما بقيتيش كتعرفها ايوا بنادم كيكثروا الطوبيسات كيكثروا ايوا المغربات وين هادشي كاع كيكون حضر البلاكه ديال الطوبيس وانا ما سايق حد كبار شويه الطوبيس نقول لكم رقم 14 ولا 13 هذاك جا خاوي في شي 50 ولا 65 ولا ما عرفت 120 بلاصه ولي تزاحم تزاحم ولي ضارب ضارب على داك الباب ادفع يا ما تدفع ادفع يا ما تدفع وانا سي نشوف المغربات شويه هما يبانوا ليا واحد جوج ديال الشبان جايين واش نقول لكم والله تبارك الله شي شباب هذا اش بانوا ليا شي وحدين الفيستات وهكا تقول لك حتى مسنترين مع راسهم سنتري واحد دير طوينك هنا والاخر دير واحد الحسانه بحال الشرج كي الشرج كيف الروج ديك اللي دايرها اللي عندها عمارت بالنار هاك جاو ضربوا واحد السيد واحد من هاد الجهه واحد من هاد الجهه يو بدا يتغمزوا عليه السيد طلع طلعوا معاه طوبيس طوبيس الاخر جاي واحد المراه يلا تقدات غدا دي شي تفاح ولا ابو عويد ولا الله اعلم شي واحد عندنا ناعس في السبيطار الله يشافي رجعوا ليها الصرف مول التفاح داك الخضار دارت الفلوس جيت هنا جيت التكة ديال السروال هنا شافوها جوج عسوا عليها طلعت للطوبيس واحد سبق القدام المرأة من اللي طلعت
حيدت الفلوس من هنا دارتهم هنا في صدرها. هو ينقص داك لي اللور قال لقدامي يا فلان، والوالده ما بقاتش مريده بالركابي، وذاك المرض راه طلع ليها السدر زعما ترياش. وانا عا كنشوف شويه هما يضربوا بيا واحد جوج اخرين وبغاو يصيدوني زعما. انا ساهل ليهم اش داروا. قال لي واحد السيد، قال لي واحد روح شويه، قلت له انا رايغ وانا منيفخ. داروا بيا من هناك يطرون بيا، واحد يضرب من جنب هنا واحد يضرب من جنب هنا. شويه قال اش غنديروا، هما يلوحوا واحد الصرف. نقول لكم شكون 24، نقول لكم 37 ريال لاحوها باش انا زعما نتحنى ونبغي نهز لك الصرف ويلعبوا معايا. وتقول بقيت ثابت مع راساتي وواقف شاد في ديك القديده الفوق وواقف مع راساتي. تنزلت من الطوبيس بواحد المشقه، جيت في حالاتي، دخلت للدار فكرت مع راسي علاش انا شحال دابا مطور وانا اللي دار بيا وانا اللي ماميا ما دارش فيه. اللي هي في السماء ديالي واللي في الارض هذيك ما نتذكروش عليها. عاد يجي هما يلوحوا عليا الصرف. يلوحوا عليا الصرف هذا باش انا زعما نبدا اي هاي هاي معايا. انا ملي بغيت نطلع مع الطوبيس عقت شديت الفليسات ديالي ودرتهم في التقاشر باش ما عندهم ما يصور، بغاو الجيب ما يشدوا حتى شي حاجه، بغاو يديروا شحال الفلوس بعدا في امان لا واحد يفتح. مهمتي ناري ناري مهمتي لا تقاشر لا فلوس، وانا اللي لا تقاشر لا فلوس. يا الله يستر. ومهمتي لا تقاشر لا فلوس. انت ما كدا ويعاودك الراجل. اويلي اويلي الله يا خويا الله بحراه داتني التغميضه. داتك التغميضه فيقتيني من غرق النعاس اخويا. اشتري ياك عرفتيشك مليح لاله. نعسي مع راسك تبرعي ليا في النعاس وشخري وزيدي مع راساتك. وانا الخاطري اخويا انا الخاطري. مالكي تاني اش كاين؟ كاع ما بالك اش كاين؟ ما بالي والو لك، ما عاودتيني غتقولي لي راكي مريضه. ويلي انا كاع ما بالك والو. ما بالي حتى شي حاجه لاله. حيت انت ماشي بحال الرجال. كيفاش ماشي بحال الرجال؟ ياكو كنتي بحال الرجال ياكوني بالك المرض من باب الدار بالك في عيني. ها لا الله يعاودي الله يعاودي، راه باين ليا المرض وباين ليا الشحمه مدليه وباين ليا اسمو الجربانه مهوده لك من عينيك. معلوم معلومه غايبه لك والو، ماشي انت اللي مريض. كون كنتي حاس بداكشي باش انا حاسه كونك ما خليتي حتى شي طبيب. ولا لا ما كاين حتى مشكل دابا عيانه نوضي لالا عند الطبيب. طبيب يلاه نوضي. لا وباش ايوا باش كتحسي؟ والو خويا حاسه بعظامي مرخيين عليا فيا توريشه، وهذا الرجل اللي بنيا كيلا بدات كترقد عليا حاسه بالمراره بحال غطلع عليا للراس. الله مراره؟ ايوا باش حافتيها المراره؟ وياك اخويا فمي ديما يصبح حار عليا. اها والماكله ما لقيتش ناكل. اها ما تقديش تاكلي؟ لا. وديك التقاديه اللي كنجيب انا وديك الخبيزه وديك التقاليه شكون اللي كيسرطها انا؟ ويلي يا خويا ترى الماكله ناكلها ولاني راه الذوق اللي ما عنديش الذوق اخويا، راه ما لقيتش ناكل حيت كي شتي اي ما نقد لا نشقق ايه لا نطيب ايه ولا ندير حتى حاجه. كون صيب كرا النهار كله وانا عارف البحر نسف الرمله هاو الحسه هذوك المسونه حيت كيشتيو مع الحين حتى نشوف هادشي واش من عند الله ولا من عند العبد. اجا ياك ما كتوحمي. اه توحم وما عاد اخويا الله اعلم. ايوا انا فوت ديالك انت اللي ما شدتش الحساب وعرفتيش مليح باش حنا نحيدوا هاد الشك كله. نوضي يلاه نوضي نوضي صوبي جلابتك يلاه مشي عند العلاقه ونحيدوا هاد الشك كله. العلاقه واخويا انا ما قلت لك والو سولتيني. امي انا جاوبتك اخويا الله. اشناهو هذا دوزيام ميطه ديال النعاس هذه ولا شناهو هذا وين؟ وانا تفرع عليا مع راسك ها من اللي حصلتي دابا عاد وليتي باغا تنعسي. وليتي باغا تهربي. اضحك اخويا عاد اضحك اخويا عاد اللي مواتيك اضحك. كاين ما يتكلم لا واش كاين ما يتكلم لا؟ وي انا نقول ليه واحد يقول لي المراه عاقره هو يقول لك شخبار الدراري واش انت مطيبه شي حاجه ولا شنو هو عباد الله؟ والو خويا انا ما مطيباش. وشنو انا نصوم؟ يا قلت لك انا مريضه. يا لا لا غا عافري ونوضي الله يهديك طيبي لي شي حاجه خفيفه راني ميت بالجوع راه غادي نبدا ناكل جنابي راني غادي نبدا ناكل جنابي. الله يهديك اخويا الله يهديك. انا قلت لك عيانه
علاك تقدم طيب والله طيب قلبي. وانا لي قلبي طيب لالا، وانا خليها هي الطوبي باش تخليه لي التيو. وانا لي قلبي طيب لالا، واش انا نصوم اخويا؟ انا مريضه. وانت لالا راكي ما مريضاش، راك طبوحيط والعجز هذا اللي فيك. انا مو حاطيه. ايه مو حاطيه والعجز. انا معجزه. ايه انت معجزه ياك اخويا، ياك شقه تاع الدار كله كيدوز على ظهري. الشقه ديال الدار كله كيدوز على ظهرها. ها الشانطيه، ها البروف، ها لي سير كنشوف. واش تكذبي عليا انا؟ كذبي على الجيران اللي سيره كتسكوبي عليهم، اما انا بزاف عليك انا. انا عباد الله، ياك انا وياك تطاطي الراس في الراس. ياك انا الحاجه الا ما جمعتها انا وبديتها انا ما كتقادش. كاين هادشي ولا ما كاينش؟ واش دابا بغيتي تقول انا يديك مقروضين؟ ماشي مقروضين، ماشي شغلي. دابا قولي لي، واش انا نجي من الخدمه عباد الله مليوح من الخدمه، ربي اللي عالم بيا اش واقع عليا في ديك الخدمه؟ طلعت الطوبيس كرفص، جيت لعندك انا مكرفص، البسكليطه مشات، وجيت لعندك وانت تقولي لي مريضه. قولي شوف كي ميت كراني ميت بالجوع اخويا. واش فيها العيب؟ لا واحد نهار ما طيبش هاو تركتي معاك الحانوت. ويل انت اش واش واخدك انا ولا واخد مول الحانوت؟ نمشي ندق عند مول الحانوت. شكون حل لي مرتي مول الحانوت؟ هادشي اللي بغيتي انت؟ انا لا يهديك الله، يهديك الله. نوضي عافري، نوضي طيب. عرفتيشك مليح، نعسي نعسي ليا مع راسك، تشبحي ونعسي مع راساتك. انا غادي نوض نطيب راسي يا لاله، انا غادي نوض نطيب ما ناكل راسي يا لاله. نعسي 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 يا لاله. نعسي لا 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 لا. نعسي وسير طيب راسك. انا مالي سوقي وي لا لا، طيب راسك وعيط نقول لي انا مريضه، عيط نقول لي فيا المره راه ما تاق. قلت لي ركبتي دار راني ما تاق. ويلي لا ردوا يا كوزينه مش يا تعال اخويا تعال واخا مريضه ما نطيب لك. تعال تعال. الله 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 الله. حضر الله. اش هادشي باقي سخون؟ ها سخون نشوف. اي باقي سخون. شكون اللي كان هادشي؟ انا. بصحتك وسلامتك، هكذا يكونوا العيالات المسعونات والا فانا. ما عدي ما يتسالك، تيكوني مع راساتك وانا نبقى صايم. وانا خويا راه اشحال هذيك راه عارف صايله. صايله؟ اي صايله طيبتها. اي باش تحيدي لي السخفه. بصيله؟ هذه بصيله، حس البصله ما كاينش. اشتغل عضوم هنا مشيري. ويلي العضوم ياك اخويا، دوك عاجوش كوطليطات. اها طيبتهم. ايه باش يزيدوا فيك شويه تاع الدم. ايه كي شتي درك انا وليت صفره. لا الله يعطي صفره صفره. الناس اللي عطيو 4 ديال الدم راه تعطي 600 تروتي. واش غير تفرقعي بالدم وتقولي لي صفره؟ شوف اخويا بارك الله فيك، انا بغيتي اللي طيب ليك. اييه جيب متعلمة. اها باش هي تطيب وانت تاكلي. ولا دار العيالات عندهم المتعلمات تاني انا ما عنديش. لا لا حرام عليك حرام عليك. انا كنت كنقول الله عطاني ربي واحد المراه كتحس بيا، كترد بالها ليا انا ومديها فيا انا، حيت كنجي عيان من الخدمه كتشد سد الشراجم وتحيد عليا الشعار. كنقول انا مسكينه شوف كنبات خدام بالليل والنهار بغي نعس، كتضل تخلي الظلم والصداع ما كاينش. قولي هي كتمشي للكوزينه كتتريني في الكوزينه كتسرد. ايوا لا لا، لو كنت بحال العيالات الحقيقيات واش طيبي واحد الحاجه وتدوز ليك؟ برافو اللي تدوز ليك. انا كنت مرا في بلاصتك والله لا داس ليا وراجلي تسايني. يا عباد الله حرام عليك هادشي اللي سايره ديري فيه، حرام عليك هادشي اللي سايره ديري فيه. شو بارك الله فيك، انا رانا ما قادر على فقصه، ما قادر نغوت، ما قادر نطيب، ما قادر نصبن. عا بغيت اخويا اللي طيب المتعلمه. تي اش المتعلمه؟ انت المتعلمه اش غندير بيها؟ لا لا هو خويا انت بعد ما قلت شي المتعلمه علاش مجوج؟ اها لاش مجوج؟ اييه ما عندي ما يتسالك. هات خويا نسيت ما عاودتش ليك. اش كاين ثاني؟ الله يسمعنا خير. ياك خويا اللي ما الصباح مالك ثاني؟ عاود لك عاك الخبيره. عاودي لاله هاد الخبيره اخرى ثاني. ياك انا دخلت الكوزينه. اييه ما عليا ما بيا. اييه شفتي ديك تحت الماريو خير وسلاما باش نجبد المقله. اييه ياك. اييه اخويا اش نقول لك، خرج يا حنفار فار. ايه نقول لك اخويا في 4 كيلو، نقول لك اخويا في 5 كيلو. وانا راه ماشي فار، دير الطوب انا راه قليه. اخويا اش نقول لك، عا نروح مشات عبد الله. اييه
وطحت. أيه؟ وتشبحت لك واحد شبحة. أها. تجا راسي. حدا القلاش ديال اسم الحار. لا. إيه. تجا راسي على قنت على السداري. أيوة. نقول لك أخويا شحال من ساعة؟ نقول لك ثلاثة. نقول لك سبعة. نقول لك 11 ساعة. أوه. أنا مشبوح. كل أخويا درك كانت عندي متعلمة. أي. ما تهزنيش. لا تهزك، تديك للسويطار. ما ترشنيش بميها. ما طيبش لك شي مسيمنات. ياك اخويا دير لي عرويحة. دير لك رويحات وتصوب لك حتى شي بغرينات. ياك اخويا وترشني عاب الماء ولا تهزني كاع تحطني عا فوق. لا لا ترشكني تبدا ترشك بالعسل واللويزة. الله. واش حشمتي يوم راه ولا ما حشمتيش؟ واش هذاك وجهك ولا كفاك؟ واش انا راجلك ولا عدوك؟ عرفتي جيك مليح. انا حاجة وحدة اللي غادي ندير معاك. حاجة وحدة اللي غادي ندير معاك. انا غادي ندي هذا التبصيل. وغادي نمشي نشكي بك لامك هي اللي غادي تفرق لي معاك. انا راني عييت عييت عييت. سير سير اخويا عند امك عليها راه تا هي ما تبغينيش نبقى بلا متعلمه. سير اخويا انا شغلي كيلي عيبتيش وانا انا خدامه عندك انت ما طيبه خاجي متعلمه زين تبارك الله زعما مشاوتشك على امي وتشكا كاع زين انا من شغلي. سير اخويا عدا قولي هذاك الشيء اللي بغيتي انا بعدا غنوض نتهز للبيت الاخر ونتجمد في فراشي وندير متحمر باش بعد تجي قاني ناعسه. ناجية ناجية يا كلبت مال كتك وتيجي وين رانا شفت مصطفى ملي دخل وخرج وزربان وبلا ما يهز فيا حتى راسو يا كلبت اشنو وقع؟ بالو انا معدي عليا ما كدير لي حتى شي حاجه وفوق وغيدخل ينفخ ويخرج ينفخ وملي جيت ندي معاه يتقفز عليا. وصبري يا بنتي اش غدير؟ وهذا الشيء نهار الاول قلتو ليك وانت هي بغيت تعملي داك الشيء اللي قالك راسك. والو انا با ما بقيتش باغا نصبر صافي عييت ما نصبر ولكن بعد ولا جابتك انت صلع قلبي ما بقيتش بغيت نبقى هنايا. جبدني انا؟ هي جبدك انت وانا راه ما يوصل حتى للتراب اللي كيتحمي رجليا. معرفتيش اش قال عليك؟ اش قال؟ قال لك انت راه ما تحرقني انت ودني. مزيان انايا ايوا واخا ودابا نشوفوا شكون الراجل فينا واش هو ولا انا. مزيان تبارك الله. مزيان ايوا اش اخر اش قال الاخر؟ وبقى كيعرفك ابو عبد الله انا قال لك نكذب عليك بقى كيعاير يعاير وقال لك انت ما تسواش. مزيان ايوا واخا ايوا دابا نشوفوا عنده السويرتي اللي ما لقيتوش هنايا لو كون فرشتك فيه ونوري شكون الراجل فينا واش هو ولا انا. مزيان تبارك الله يلا جمع الحوايج ديالك انا غنمشي نعيط على علاك. مزيان تبارك الله باكو مع خليتيني تا تجا. مزيان هاتشي لدار باك واسعة وريدة الحمد لله غد لي حتى للدرجة هادي. ها دابا انت شوف شوف كنت ولي طحت كنطيح بالنص بالنص انت شوف. مزيان تبارك الله وفي داركم كنتي الباب ما كيخرجك شيء حتى وليدي بحال المسمار. انا غنمشي نعيط على علال يجي يعاونك. مزيان تبارك الله ويجمع هذيك الدامة علال وعلال. اه الله ياك هو مشيت تشكي على امي حتى انا لقى لي السلوك مع با انا مالي صوتي راسو وياه باهي لا قول له طيبتيش طيب جنابك شغل انا مزيان تبارك الله قنعة دوك تجي امي وتجيب لي واحد انت باقا باركة وانا غادي نجمع الحوايج ديالك ويا الله يلا من داركم ابا ولكن ما كاين ما لكن علال وعلال نعم غادي زيد اسم زيد الله يخلي قال يتعاونا وغتبقى معايا حتى تجمع الحوايج ديالها ياك لاباس والو اسيدي الراجل اسيدي وقت ما حفات لي النقشه يتكربص على بنتي وباش كملها وجملها زادني حتى انا او انت اي ياسي ما حشم ما راه ايوا انت كتشم حيت اسيدي قبلته تناسبت انا وياه ودرت له قيمه حتى ولاو الناس كيحتارموا على وجهي انا بالحق نستاهل الا قلتيها قلتيها تستاهل نيت معلوم نستاهل ماشي غير يعيرني ويخلي عشتي كاع انا النهار الاول الراجل ما عجبنيش هاي بغيت نقولها لك ولكن خفت كتقلق وهي ما بغاش تسمع لهاد الهضره هاد ولك
كاين بارات. ما كاين ما لكن ما كانش غتكون تضيعوا الوقت هنا. مزيان تبارك الله. باك عنده الحق. كنت صنتي لي نهار الاول كاع ما توصلي لهاد الصداع. كون هو مشى دبر لك على شي ولد الناس على كديديه. واش هما كيبغيو يسمعوا لهاد الهضره هادي؟ ولا مزيان تبارك الله. ها انت غتبقى معاها حتى تجمع الحوايج ديالها. ويلا فين غادي؟ انا غادي نمشي نسد الحانوت وغنجيب الطاكسي. لا لا نمشي نجيب الطاكسي خليك انت. اسيدي غير ريح انت. انا غادي نمشي وغادي نمشي. ويلا واخا تمشي قلت لي جمع مع هادشي الفراش حتى هو. اي الفراش وعطيناه هذاك الحمار اللي في ودنك مدوخك. ودخلناك والله الا ما قول لي واش الطاكسي كيدي الفراش؟ وسبحان الله انا قلت لي غتهز كلشي قلت له تهز كلشي. والله الا واقيل الا مزبلح. وها الحوايج ديال البوز ديالها بوحدهم. واخ صافي ها الحوايج. اي غير الحوايج. كون هاني. الطاكسي. ويلي على الطاكسي. كون هاني واخ. يلاه الله نوضي انا غنمشي نجمع الحوايج ونجي. سيري انت سيري وسربي راسك الله يرضيك. شعرتي باك تبارك الله كيف داير الحومه كلشي محترمو كلشي رد منو البال كلشي مقدرو كلمتو ما تطيحش الارض وما كاينش اللي كيهز فيه العين حتى هذا جا باغي يبين فيه عند يديه. لا والا ما رضاوها شي ليه. مزيان فريخاتي بعدا الله سربي على الناديه سربي. واخا انا جايه نجمع شي حوايج باقي ليا ونجي. الا كان شي حاجه ثقيله انا نجي نعاونك. الله الله مزيان تبارك الله. انا قلتها لي نهار الاول ما عجبنيش هذاك الراجل. لا لا ناديه وسربي عافا بنتي ما نتعطلوش على شي موسكا. نعم قلت لا لا جي سي موسكا والقلبة ما جمعناش هاي. شكون هو؟ سي موسكا. شكون السيك موسكا؟ سي مختار باك. با؟ هذا وجهك ولا كفاك؟ لا كيفاش سي موسكا؟ يا دخول انا بيني وبين با وراجلي وانت اش حرك شطيتك؟ كيفاش اش حرك شطيتي؟ انا ما قلت عيب سي موسكا غير حيت داك الدلاح اللي تيجيب السي مختار أيه؟ تيجيب ديك الماركه ديال موسكا. اييه من تيعيط لعباد الله موسكا بقاو كيقول لهم الحومات مسمين عليه سي موسكا وداكشي وداكشي علاش خرجت لينا من فمي سي موسكا. سيك موسكا هادشي اللي كاين. وبرا ويخرج برا. شنو؟ برا. انا السي المختار عطاني امر. ماشت ما تصبر. اش غادي دير؟ ماشت ما تصبر. شنو هادشي؟ جابوا با يعاوني في حوايجي. مال فاش غادي يعاونك؟ نجمع حوايجي نمشي لدار با. دار با؟ ايه. وهاد السلحفات هذا شكون اللي جابو لك؟ جمعي. شناهو؟ اي حلال. عرف اش تقول مع فمك. شكون يقول على فمك؟ عرف اش كتخرج مع فمك. جمعي. سير جمعي. تيش معاوي. تحط داكشي ناض عندك غير تسمع. شوف انا اللي حلال قبل نكون. شوف انا السي مختار عطاني امر ما نخرج من هنا تنهز مع الحوايج. انا ما خرج من هنا تنهز الحوايج. هكاك حميده اويلي واش انا كنت كل هكفاه ترى حوايجي تحط لي حوايجي عيب سيدي وخليني بلاتي غير نتحطو. واش باغي تفهم؟ اش هذيك الفهمه خليها عندك. نعلو الشيطان. الله نعلو الشيطان. الشيطان؟ كاين شي شيطان قدك زيد؟ كاين شي شيطان قدك واش خرجتي عليا في زماني وبغيتي توقف حتى تطلق بنتي؟ حط الحوايج. زيد قدامي عدو الله. زيد قدامي. عدوي ما حشمتنيش. ها ويلي عجباتك هاد الشوهة وهاد الفضيحة. ودي عجبك دروك عجبك الحال خارج مطنزين وقدام الناس مشوهمية بلا حية بلا حشمة. واش كاينة شي مرة اللي كتضل النهار كله هي ناعسة ملي يجي شي حد يدوي معاها تغسلو؟ انا ماشي شغلي. كيفاش ماشي شغلي؟ ايه ها انتي اللي طيبي الماكله وتاكليها وملي يجي الراجل تقول لي ما قداش. لا بغى اللي طيب لي تمشي تجيب متعلمه. ويلي ويلي حزامي بك عقاده. يا نوضي جمعي شطايطك وكوني مراكي العيالات. يا شحال من وحده كانت زيغه بحالك وملي ندمات فات فيها الفوت. ايوا انا ماناش كبرت. دابا تكبري انا رانا بقيت في صغري. شوفي يا بنيتي الزين ما يدومش والصغر ما يدومش. شوف يا بنيتي الا كان شي صبر وشي تاويل هذاك هو الخير هذاك هو الربح. الله يرضي عليك بنيتي لما نوضي يطي شطيطك. انا بعدا الله يخلي لي يبا. ويلي ويلي يباك وكون عنده العقل يكون دارو راسو
ما يضلش النهار وما طال هو في ديك الحانوت مقابل داما وتبركيك مع هذاك اللي ما عنده شغل يقلب على السيئات كيبليس. ايوا دابا انا عجبك الحال، عجبك الحال، بقى انا في الدار بوحدي ما كاينش حتى اللي يونسني. اللي بغى لي طيب يجي متعلمه. ويلي نوضي كوني مرا متعلمه، واش شي ما عندك لا دراري لا والو، عراسك ليك وما حمدش الله. واخا لي قافك واش انا اللي قعدي معايا تي ونسيني تي وعاونيني. يا الله لا بنيتي انا ما قاد على صداعك. شوفي خليني مع داك ولد الناس افتقار، هاتي شتي اش داير معايا، دايرني كثر من امو، يتخلص مسكين ويجيب لي حقي حتى الدار. اها هكيلي من حقلك اخوتي كتجي عند جهته. انتي علاش غنجي من جهته؟ واش انا مشروطه عليه؟ هذاك الشرع خير منه. خير منه حقا، خير منه. ايه خير منه. ايوا الله يهديك يا بنيتي الله يهديك. بسم الله بسم الله سيدي. بسم الله. اه تفضل سيدي. اه يا سيدي غادي نسولوها. اخ سيدي يلا انا سيدي غنسولك. شوف اسي موسكا واش انا ما تقتيش بيا؟ سيدي انا مطيقك وراني ما جيت لعندك. ايه صافي توقفت وهانت كتشوف شو الدار كي دايره، تاكل هي وتخليني انا بلا ماكله، تكذب عليا تقول لك توحم هو ما كاين لا توحم لا يديك لا يخليك، نهار وما طال هي ناعسه وانا عيت اسيدي قلت اش ندير ما نمشي عند امها وما فهمتني والتاني باقي شويه ما فهمتينيش اسيدي. سيدي غادي نفهمك ولكن غادي نسول بنتي وبنتي ما غتكذبش عليا. يا سيدي ها هي قدامك سولها. نسول حنا ما هربناش سيدي، ها هي سولها. وسال يا انت مالك شكون وصل بنتك انت مالك جايب عجاجك وبنفك؟ انت قديها سوق راسك. ها انا نقول لك اهديك الله ريحنا ها هي سولها سيدي. بردي قولي يا بنتي اش قال عليك راجلك؟ قولي انا قولي ها هو باك يسمع. قولي لا قولي اش من حقيقة قولي لي كاين. لا انا غير ياش قولي ما تخافيش شي قولي منخافش يا ودي غا قولي اش كاين دابا. لا وانا باعة غاياش قولي هضري وهضري انا عكدبت يا ما قال عليك والو. يلا غير كذبش عليك يا صافي ها هادي السحارة كاين شي سحار قدك دغيا قلبتي المجاج للبنت ودورتيها عليا. وبزاف عليك تا السحاره انا ها راسي عريان ها وجهي نقي قدام والي ندر واشوف تا اللي كبرتي لا صلاه لا دين النهار كله تا مخشي في داك الحانوت على ضامه والكارطه وتبرقي تقول لي بعدا تا اللي باغي تخرج على بنتك وتخرجها من دارها تا باغي لها الخير. نعل الشيطان انا باغي نخرج على بنتي. نعل الشيطان. شوف اسي مصطفى شوف اسي مصطفى شوف اسي مصطفى اليوم غنطيحوا روح انا سحرانة انا انت بعدا ملي باغي تخرجها من دارها فين باغي تديها؟ ديها تعلمها ضامة في الحانوت معاكم. هات اسمع صافي هات اسمع اسي مصطفى اسمع اش كتقول. برد انا مزوق برد الله يرضي عليكم. ساليت ولا باقي ما ساليتوش؟ واش فضيتو ولا باقي ما فضيتوش؟ واش حشمتو ولا باقي ما حشمتوش؟ دخلنا عليكم بالله لما بردوا السوق وراه هذه هي المناسبة. اختينا دابا شحال مظلوم؟ هدرت؟ ما هدرتش؟ ياك خليتكم هدرتو؟ واش الله يهديك تبع عقلك وتقول لهم راه تسحر؟ وهي بعقلها وتقول لك تسحر؟ والله يرضي عليكم. مزيان والله دخلنا عليكم بالله لما بردوا السوق ها العار. ارا يدك. دخلناكم والله ما عطيني يدك. ارا يدك. دخلناكم والله ما عطيني يدك. ها العار ها العار ها العار. وري لي يدك. ها انت. دخلنا عليكم بالله لما تصالحوا. ها العار. صافي صافي الحاج وانا راني غادي نصبر ياك شكيتي تبرك وهي شكات بدرها وانا لمنشك انا عباد الله ما سولتوني اش وقع ليا ما عرفت اش وقع ليا نهار كله وانا محن واش عرفتوا بعدا اش وقع ليا ولا ما عرفتوش اش وقع ليا اش وقع كتعرفني انا خدام بالليل اييه تعرفوا هاد القضيه كلكم معذب انا تنعس لا ما كنعش ولكن خدام بالليل عساس ها اللي وقع سنيت سيدي الباترون تاجا الصباح اييه بعد ما عطيتو لورد وصوبت الامور ديالي كلها اييه سنيتو جا مع ديك السبعه ديال الصباح داخل هز ديك شقيرتو السلام عليكم قلنا لي عليك السلام دخل البيرو ديالو وانا نتبعو ايوا قلت ليه لاباس قال لي لاباس قال لينا ودي عرفتوا اشكم مليح ردوا بالكم للخدمه انا راني غادي نسافر
كيشتي هو كيمشي لفرنسا يمشي للطاليان يمشي للبرتقيس كيسافر اش كيجيب السلعه. قلت له ودي الله يجازيك بخير الا سمعتي على اخباري وإلا ديتيها فيا الله يرضي عليك ما تسافرش اليوم. راني البارح في الوزين حلمت ديك الطياره اللي مشيتي فيها طاحت. قال لي هذا الشيء كاين. قلت له ودي هذا الشيء كاين هو ينعل الشيطان. قال لي ما كاين حتى مشكل سير اسيدي غدا جي سير خدم سير على داك الدار وفي العشيه جي. جيت اسيدي عسيت كل القاعده الصباح ما مشاش هو سافر الصباح انا مع السبعه تا جيت لقيت السيد محسن ومقاد ومصاب غاد خلت طلع عليا عنقني من هنا وباسني من هنا وقال لي الله عتقتيني واش خباركم بعدا ولا ما خباركم ديك الطياره اللي كان غادي فيها طاحت نيت. لا ايه ايه طاحت مشات شتي وانا قلت الله وهذه هي الترفيح. ايوه شفت فيه شاف فيا قال لي سير عند الكوطابلي. مشيت انا عند الكوطابلي شافني ناطه هو اهلا لاباس قال لي عتقتينا الباترون ديالك ديالنا الله يرضي عليك. لا قال لي سيني هذه الوريقه. انا سينيت واحد الوريقه دي الفلوس اعطاني الفلوس ملي عطاني الفلوس باسني من هنا حتى لهنا. أيوه. هو هذاك الكوطابلي أيوه. عنقني ايه مسيكي ملي عطاني داك الفلوس حسبتهم تا حسبتهم ويعاود عاود باسني ثاني من هنا لهنا. ايوه هو يمد لي واحد الوريقه اخرى ديك الوريقه الاخرى اللي مدها لي قلت له ودي عافاك فسر لي هذه الوريقه شنو هي. قال لي هذه راك رانفوايي. شنو رانفوايي؟ في شنو هي رانفوايي؟ هي راك مطرود واهي انا اللي جالس وراك خارج من الخدمه. يا وعلاش؟ ها علاش؟ هذا الشيء علاش؟ ها انتوما علاش؟ قلت ياك انا عتقتك من الخدمه وعتقتك اسيدي من تماره وعتقتك من السفر وما طلعتيش بديك الطياره وما نمتيش حتى باقي حي لوليداتك ولينا ولكل شيء. قال لي عرفتك مليح انت عساس. قلت لي ايه. قال لي ولكن ماشي نعاس علاش نعس البارح؟ برا خرجت مشيت ركبت في الطويس دوك الفلوس اللي عطاوني درتهم في الدقاشر ها انتوما كتشوف. لا مشاو ملي جيت عندنا هضر عدتها هي ضربات لي طر وكيدير انا نتفرقع نتصدى نحفر القبر للناس وقولي لي قول لي امي الحاج قول لي السي الحاج واش خدعتكم والله لما تعانقوا وتصالحوا ها العار ها العار ديال النبي ها العار كان غير هذه المراه ها العار ديال النبي صافي صافي تبوس لي راسها والله تبوس لي راسها والله تبوس لي راسها حتى نشوف خلي لا والو لا خليني تبوس دابا وخلينا تنحمل وصافي صافي وعلى الشيطان والله تبوس لي راسها يلا يلا ها وي يلا ها يلا بوسي لي راسوتي يلا وهانتوما بصالحين وهنا الحمد لله الله على وجهك السي مصطفى وصافي صافي كان الله غفور رحيم شات تبارك الله مسحرين صافي هو مالو نسالينا هاد الفراخ ديالنا نوض نديو ليه فراخو وصافي تبتو تبتو السي مختار السي مختار السي علا عزيزي ما درت شي معاك تجي تقعد رانا جاب لي الله رزيق غادي لشيخت انا نخدم فيها واسمح حنا تفضل تفضل دوز سد حالو تفضل اسيدي تفضل زيد زيد اجي اجي زيد زيد اجي زيد دخل ريح اجي والله حتى تجي هنا يا ودي ريح معنا ريح فريخاتي واخا واش واخا ريح ما تخافش ما تخافش مني صافي خل الله غفور رحيم اجي ريح ريح يا ودي غا ريح سمع انا خير الله يسمع ودخل معك الله حتى زعما مول العقل ترجع لي العقل وتهز القش ديالي وغادي انت مالي انا سايبه الدنيا ولا مالك انا ما تتعمر تشوف الهضره على صافي دابا سيدي راني نبشرك نعم راه الامور رجعت لمجاريها راهم تصالحوا اسيدي وزغرتي تي وزغرتي تي شي زغريت تاتي دخل معك الله لما زغرتي وهاي وحده من عندي تانا الله 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 وبهذه المناسبه ايوا رحنا خلي الختانة وخلي ما يجي منا ما الختانة ما غاديش هيا انا شي ختانة علاش؟ وكنجي ما اكثر من هاد الفرحة ولا واسير دبر هذا رزقك هذا كتاكل منه خبي السير الله يعاونك ياك سير ضرب هاد الخبيمة واجي عندنا بلا ما نديرو الفال لا ما دير الفال راه حنا ني طاير لينا شوية راه لقيتيني انا خرجت من الخدمة ولا طلعت خرجت صافي لا حول ولا قوة راني حكيت اليوم وصافي لا حول ولا قوة دابا انا قاعد بان يا ربي كبير دابا ما كاين باس السي مصطفى اجي بيع معايا الدلاع في الحال ربي الله يهديك اش نبيع انا نعرف نبيع الدلاع الله يهديك طاحت وصبناها اشنا هي تاني انا هذه مده ودا السي مصطفى اي تنبغي ندوي معاك وما زعمش دوي يا خويا وزعم مالك
انا تنشوف ديك التمهره تضربها في الليل وربي اللي عالم جا على السرويه على الصباح وماشي سهل وراه سول سال مجرب لا تسال الطبيب شحال خطره تجي لي البال وتنقول نقول عقلي لا تهلي فوجي وقولوا لي قول لي قول لي قول لي كشتي الجوق اللي كان عندي ما بقى عندي احد انا كنعرف كل شيء هرب عليك لا يا لا تولي رجال ولي واش تتخلصهم بعدا ولا ما كتخلصهمش من ضيع شي واحد ايوا ما نعرف علاش كيهربوا عليك والله يديهم ايوا صافي الله يهديك واخا سي ايوا اللي خممتها سي مصطفى اي وقلت علاش زعما انا تندندن ياك وهذا شيء معروف وانت تتنشط علاش ما نديروش انا وياك جوق لا نديرو انا وياك جوقه اللي عجبك انت الجوقه ودي انا ما قالتش عليه الله يهديك وانت دابا تبارك الله تتعزف وكتضرب العود مع 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 بالغديف مع الاربع الخطرات ما كيجيبش وعلاش بغيتيني ندير عاود نوكات العباد الله تسخر كاع في العرس تماك تخسر شي حاجه غني اي كاع ولاو يتسخروا في العرس كي جاتك مزيان زوينه والله الا زينه سيدي راه مصطفى ماركيتي ياك ها ماركيتي ها صافي غريحي ليا تي العرس صافي غريحي مع راسك ها سيدي انا قاب وسلام انا واخ هذا انا نضحك اي دي فيدك صافي سيدي انا قاب وسيدي مزيان فقيناك ايوا سيدي حنا فقيناك حتى مع راسك ايوا سيدي الله يكمل بك اي والله يكمل بك حصلت منك حساس ياك ايوا سيدي ايوا قاعد انت غتموت هاد الليل واش اسمح لي واحد القضيه ايوا دابا انا بلاصتي انا ضمنتها ايوا باش غتسميو بعدا هاد الجوقه خاصنا حتى بعدا نشوفوا حريرتك كي دايره اييي انا راك معانا ولا ما معانا انا معاكم ديما ايوا راه سحبنا نسيناك ولا ما نسيناك حنا ما نسيناك لا تمشط اشناب يدير الحانوت غادي يبكي الناس هو لو كان غادي يسد الحانوت يبيعو ياك انا نضحك اش قلتي هو يبيع الحانوت لا 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 غادي يبكي شوف انا نمشي للفرح هو يمشي للقزع يمشي للعزع ولا شي يقولوا لي وهذا تما تما يبكي كيجي زينه انا اختارتي لي نبكي الناس وانت راه على الفيغوره شويه هذا مستملحات مع مستغديديات ماشي بحال ماشي بحال بحال ياك حاجه اختارتي لي انا نعزي ايوا واخا الغناء هو القينا ايوا لكن الكلام انا كتعرفني ما نعرفش نغني ما يعرفش يغني هذا راه الا غنى كيتلح السرقان من فمه كيف غادي يدير تيغني المراه عندي انا ما نخليهاش تخرج غادي تسخر تخمم بعد اللي نسيبها الحاجه نقدروا كاع نفورميوها شويه ونقادوها ونخليوها هي اللي زعما تنشط لينا حتى هي وتعرض ودير نقافه ايه ها ايه ها ايوا كي جيت ولا كل شيء منا منا حنا عرفتي ولكن بقينا واحد القضيه السميه ها ورا هذا الشيء اللي بغيت نقول لك انا قبيله كاين شي سميه عندك انت ايوا اختاروا شي سميه اختاروا هو ديما خارج كاينه واحد السميه كاينه سميه اشناه غنسميو راسنا جوق اللي جاب الله كي دايره واخا تكون غزرده ما نحنا اللي جاب الله يلا اسيدي سمعك مزيانه ولكن انا اللي جاب الله ولكن نسيت واحد القضيه اشنا هي نسيتو بلي انا واحد المنظم كبير ديالك اللي غادي تنظم لنا الحفلات ولا هذا الكلام الكلام كان كل لعب انا وياه الضامه وداكشي تيبدا تيخرج هكا اشنو واش بغيت نقول زعما انت واسي مصطفى اش بغيت تقول انت اش بغيت تقول انا كننظم الكلام كيفاش ننظم الكلام نكتب الكلمات بحال زعما الغناء ديال الغناء فيه واش انت شاعر ولا شاعر شاعر ايه هكا شاعر تبارك الله زين كي جيت لا زين الله يودي الشعير هكا كيتلعب من فمك واش عجبتك ولا لا عجبتيني يلا سيدي عندك ما يتقال عندي يلا سمعني انا غنعطيكم باش تخدموا لقيتكم بعضياتكم ربان دقيت وتتكذبوا علينا يا ناس سمعنا تصنتوا لي اشنو هذا الشعر ديالك الشعر ديالي يلا سمعنا مالي سارقوا لا ديالك احنا غنولوا ثاني في المسجد يلا سمعنا هانا زعلان هانا معاك يلا سمعنا سيدي تصنتوا لي هذا الشعر الشعر يلا ابدا اسمع اشكون لطيف اش بناتي العنوان بعد اسمه البصاره الله 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 الله
زيد بسم الله الرحمن الرحيم. شنو هو هذا الكوفيتير كيتلحم فيهم الكوفيتير؟ زيد وشكون اللي دار فيك الكمون والحرور يا ربي ساره؟ امي سيدي ما عندي ما نقول. مصطفى ما عندي ما نقول. وليت هادشي كاع باقي قاعد هنا كراك ما عرفتي فيك كراك مشدود دابا ما نعرف كرا الله اعلم بيك. زين زين اسمع حتى سماوك سان جيرمان يا ربي صار سان جيرمان. وي هاي هاي وهادشي مجال على ويلي. زين 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 فيك الفيتامين اواه وماكلت قصاره يا ربي صار الله يا اللي ما تخلي سارة يا ربي سارة الله والله تتصفقوا عليها والله تتصفقوا عليها في جيتكم ما عندي ما يتسال وين هادشي كاع مخبيهم؟ ايوا انت عمرك سولتيني مغازمين ديما مغاوتين هان يلا وانت سمعتي ولا ودابا ولا وبالي بيا محنها لينا يلا يلا ايوا وبنات تا انا راني مخبي ديما الماتيريال معاه إذا كان عندكم انتم الماثيرين فانا راني عندي الماثيرين ديالي. هذا كشغل مصطفى وانا جايك الهضره ما عمرك عرفتي هادشي عندي باش كنقصر انا بالليل وباش كيدوز الليل كله الخدمه ايوا هادشي ماشي سهل ها إيه. انا غادي نوريك انا غادي نوريك على هادشي غاجي اللي سهل هادشي فين هاي هاي ساهل شي وانت فين هادشي هادي ها الخدمه هادي وخاصك باش تلاهي بالليل نلعبوا الكارطة حنا الخدامة بعد الخطر نسرقوا ديك الساعة نسرقوا ديك ساعتين يلا سيدي ما تحكلوش راه حاولوا مجنون هيا العام تعال خلي خان ديالك الهضرة على اللسان نقول وبدا بالنقول بشي تقسيم انا مزوق في الله ولا لقيته ايوا سير قل 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 هذا ما يجيبوش واحد العرس هذا ما يجيبوش ما غا جاو عرضو عليا الله يا شوف انا واحد ولد عمتي مشدود غايخرج حتى الاول عنده ان شاء الله زين زي سمعنا بعدا قول اش قلتي البيت الاول انا سيدي اشكون اللي طيبك بالزيت العود يا ربي صار صافي يلا ياك يلا سيد ياك يلا شنو هذه البياتي على الميرنا اللي دايرتها ما يتسالكش أسيدي مبروك أسيدي مبروك أسيدي مبروك أسيدي مبروك أسيدي مبروك ما عندي ما يتسالك كاين واحد القضية الله يرضيك أنا عام أسيدي إلا جات على خاطر أييه غادي تمشي تسد عليك في ذاك البيت أييه وغادي تبدا تضرب العود مزيان ولا ما غاديش تحيد بهذا العود ولا مصطفى لا ولا العش لا ولا مصطفى ولا مصطفى كم نيتي تنعسي مكنوضي الله نجيني يا عمي الله نجيني كاع نعس